أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم Colorize Images and Videos with Artificial Intelligence، القيام بتلوين الصور البيضاء والسوداء والمهترئة وكذلك الفيديوهات بالاعتماد على تقنية الذكاء الصناعي باستخدام الـ Open Source DLD5. فبعد أن قمنا في الدرس الماضي بتنصيب المكتبات الضرورية وكتابة التعليمات اللازمة لعمل المشروع، فقمنا هنا بإنشاء الـ Colorizer بعد أن قمنا بتحميل الـ Modules نسبة لهذه التعليمات. فالآن إذا أردنا القيام باستخدامها والقيام بتلوين الصور، فأولاً استحياطاً سوف نقوم بكتابة بعض التعليمات وذلك لتجنب بعض المشاكل الخاصة بالرسم، ولكن في غالب الأحيان لن تواجه هذه المشاكل. لذلك فقط لضمان العمل دون أي أخطاء سوف نقول هنا import وذلك من operating system، لأنه في بعض الأحيان عندما نقوم بالرسم سوف يؤدي ذلك إلى فشل في الكيرنل. فلتجنب هذه المشاكل سوف نقول هنا من هذه operating system environment، وهنا سوف نقول emp underscore duplicate underscore library underscore ok، ونقول هنا تساوي true بهذا الشكل. تمام. من ثم سوف نقول هنا هذا الكولرايزر سوف نقوم باستخدامه وذلك تلوين هذه الصور التي قمت بإنشائها مسبقا ووضعها في هذا الفولدر والذي هو test images. سوف أقوم بإضافة هذه الصور في مربع الوصف للقيام بالتجريب. فهنا إذا قمت بالتكبير لدينا هذه الصور، صورة منظر طبيعي وصورة أشخاص، صورة قديمة، وهذه الصورة أيضا تعود إلى القرن 19 أو ما قبل ذلك، وهذه الصورة أيضا البيضاء والسوداء هكذا، وهذه الصورة المرسومة، وهذه صورة الأنمي. سوف نرى كيف نستطيع القيام بالتلوين وذلك سواء على صور حقيقية، صور مهترئة أو صور مرسومة. فنقول هنا قم بإنشاء مربع جديد هكذا process image، الباث الخاص بها يساوي من هذا الكولرايزر، نقول هنا plot underscore transform image، طبعا هذه transform هكذا. تمام. من ثم سوف نقول هنا لدينا الباث يساوي، نقوم بذكر اسم هذا المجلد test images هكذا، وهنا نقوم بذكر صورة معينة لتكون مثلا هذه الصورة test 2، نقول test 2 لنتأكد من الصيغة هي JPG. تمام. ومن أجل القيام بمقارنتها وذلك مع الصورة البيضاء والسوداء نقول هنا compare يساوي true. تمام. من ثم سوف نقوم بذكر هذا المسار وذلك في تعليمة ثانية، فنقول show image، ونقوم هنا باستدعاء هذه التوابع مباشرة، إن هنا في DLDFi visualize قمنا باستدعائها كلها باستخدام هذه النجمة، لذلك نستطيع هنا القيام باستدعاء مباشر. فنقول هنا in notebook نسبة لهذا المسار لنرى. طبعا تحتاج بعض الوقت، لذلك من الأفضل هنا القيام بطباعة عبارة مثلا processing please wait بهذا الشكل لنرى. نتأكد هناك إشكالية، يقول هنا أن هذه الصورة غير موجودة، طبعا هي test 2. لنرى. كما نرى يقوم الآن بالمعالجة وتحتاج بعض الوقت. بعد القيام بالمعالجة سوف يقوم بتخزين هذه النتيجة وذلك في Result Images كما سوف نرى. طبعا هنا نقوم باستخدام هذا الكولرايزر نسبة إلى هذه البريمترا وهي Artistic تساوي False، فنرى هنا كيف قام بتلوينها بهذا الشكل، وهنا المقارنة. ممتاز، لأن هي تعمل بكفاءة عالية. ونرى هنا عندما نقوم بالذهاب مثلا إلى Result Images كيف قام بوضعها وتسييبها في هذا المكان. ممتاز. يعني هنا مثلا نقوم بالتعديل على هذا المسمى، مثلا سوف نقول underscore 1، ومن ثم سوف نقوم بالمعالجة مرة ثانية وذلك يعني نقوم بإنشاء كولرايزر ثاني. نعم، وذلك عندما تكون مساوية لترو. فهنا سوف نرى الأثر والاختلاف في كيفية التلوين. لنرى، نقوم هنا باستخدام كولرايزر 2 في هذا المكان.
ونراها بهذا الشكل. إذا قمنا بالمقارنة نرى هنا الاختلاف نوعا ما في كيفية القيام بالتلوين، وتستطيعون القيام باختيار الموديل والنموذج الذي ترونه مناسبا لتلوين الصور. الآن إذا قلنا مثلا بالنسبة لبقية هذه الصور، يعني أقوم هنا بالاختبار، فسوف أقوم مثلا بالتلوين وذلك نسبة إلى تيست 3 وهي بصيغة PNG. يعني أقول هنا هكذا تيست 3 طبعا PNG. فنرى هنا كيف أقوم بالتلوين بشكل أوتوماتيكي باعتماد على تقنية الذكاء الصناعي. نرى هنا كيف قام بتلوينها بهذا الشكل. ممتاز، جيد جدا. إذا قمنا بالمقارنة على صور مختلفة مثلا لتكون هذه الصورة تيست 4 بصيغة JPG، تيست 4 JPG وأعتقد JPEG بهذا الشكل. نرى هنا كيف قام بتلوينها. ممتاز، جيد جدا. مقارنة مع الصورة الأصلية، فنرى هنا كيف قام بتلوينها بطريقة جميلة. إذا قلنا مثلا قم بتلوين هذه الصورة ولتمثل مجموعة من الناس بصيغة JPG تيست 5، وهنا JPG هكذا، ننتظر بعض الوقت بهذا الشكل. ممتاز، جيد جدا. إذا قلنا مثلا نيتشر وهي بصيغة PNG بهذا الشكل، رغم أنها مرسومة إلا أنه قام بتلوينها بهذا الشكل المميز. إذا قلنا مثلا هذه الصورة من الأنمي أيضا بصيغة JPG لنرى بهذا الشكل. ممتاز، إذا قمنا بالاطلاع على هذه الصور الملونة في هذا المكان ريزور نراها بهذا الشكل. وتم ذلك بدقائق معدودة بالاعتماد على الذكاء الصناعي. دعوني مثلا أقوم هنا بالاختبار، وذلك من خلال البحث بشكل مباشر عن صور بيضاء وسوداء لنرى. فإذا قلت مثلا قم بجلب هذه الصورة، أنا أقوم هنا بفتحها بهذا الشكل، نقوم مثلا بتسييفها في هذا المكان وذلك باسم لا. تمام، فإذا قلنا هنا لاند لنرى، طبعا نقوم هنا بالمعالجة على صورة قمنا بجلبها للتو من الإنترنت دون القيام باختبارها مسبقا. فنرى هنا كيف قام بتلوينها بهذا الشكل. ممتاز، إذا نرى هنا الأداء العالي لهذه العمليات والتي يستطيع القيام بتوظيفها في كثير من المشاريع وكثير من الأبليكيشن. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.